نحن الآن في مطعم أمبير. سبق وأن صورنا لكم كيفية خبز اللواش. اللواش هو الخبز الأرمني المعروف. هسه راح نقول لكم الكاميرا نديرها على الخبازين حتى تشوفوها. عموما التنور المستخدم لخبز اللواش يكون مدفون في الأرض. هذا التنور هسه. ويستخدم الحطب أثناء الخبز. ما يحتاج أن نشرح لكم، تلاحظون طريقة الخبز بدون شرح. كان يبارك منا توني ريميتش. سألت كم دقيقة يبقى هذا اللواش أو العجين بداخل التنور؟ نقول تقريبا دقيقة. هل يمكن قصاري عبدي؟ إذن بعد قليل تقول يبرد التنور، الخبز راح يكون يطول أكثر الخبز، فبهالحالة راح يخبزون هذا الخبز اللواش اللي هو يابس. هذا يستخدم للأكل مع الباتشة أو أكلة الكراعين. بالأرمني يسموه خاش. الخاش هو الكراعين، أرجل العجول. والنوع الآخر مثل هذا اللواش، شوف هذا الطري يكون، هذا طري يخبزوه للبيت ويخزنوها، تقول حسب ما تقول لمدة شهر ممكن أن يخزنوها، يرشوها رشة ماء خفيف أثناء الاستخدام ويتناولوا. أما هذا الآخر اللي شفناه، هذا يابس، شوفوا يابس، هذا اللي هو المستخدم للأكلة الباتشة. عرضنا لكم طريقة خبز اللواش اللي يستخدم مع أكلة الباتشة. الآن الباتشة وصلت، الباتشة وصلت هالشكل اللي هو الكراعين، يخلوه فوق الجمر، معهم بالجمر، وهذا الباتشة الكراعين حتى يبقى حار. أسلوب الأكل طبعا راح يكون هذا الخبز، هذا الخبز يابس، يكسروه يطردوه. ويكون جاهز طبعا، ويا ثوم يجيبون معهم، ويا ثوم حسب الرغبة، خلي ثوم والملح موجود أيضا، تتبلحها وألف عافية. ننتظركم في أرمينيا. اللي يحب ياكل باتشا خليه يتفضل، يتصل بارارات للسياحة.